كده التلت ساعة اللي فاضل لنا ده الكاتن فولتج بقى اللي هو اللي احنا بنرمزه بالرمز الفي جاما كده، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن القيمة اللي هي الكاتن او الاوفست او البريك بوينت فولتج او الثريشولد فولتج، اللي هو زي ما قلنا الحد الفاصل اللي اقل منه ما بيبقاش فيه كارنت بيمر، لكن بعده بيبقى الكارنت بيزيد زيادة كبيرة. طب عنده بالظبط عند الكاتن فولتج؟ لا، الكاتن فول عند الكاتن فولتج الكارنت بيبقى اقل من 1% من الماكسيمم ريتد فاليو. يبقى احنا قلنا لو انا بشغل الدايت مثلا اقصى قيمه هاخدها منه 100 ملي امبير، يبقى اتوقع ان عند الكاتن فولتج قيمه الكارنت مش هتزيد عن 1 ملي امبير اللي هي 1% من الماكسيمم ريتد فاليو. والكاتن فولتج ده في السيليكون بيبقى 6 من 10، وفي الجرمانيوم بيبقى 2 من 10. دلوقتي بقى بعد ما خدنا الكاركترستيك بتاعت الدايت، يبقى خدنا الاستراكشر بتاعه، خدنا الرمز بتاعه السيمبل بتاعه، خدنا الثيوري بتاعت الاوبريشن، خدنا ال الكاركترستيك بتاعته. طب دلوقتي بقى هنبدا ناخد الدايت كسيركت اليمنت. يعني لو احط الدايت ده في سيركت، يبقى اليمنت موجود في سيركت، عشان اكون سيركت فيها دايت يبقى في الحاله دي اقل عدد من الاليمنتس 3، لان لازم لو احط الدايت يبقى لازم احط معاه مقاومه عشان تليمت الكرنت، ولازم احط معاه باتري عشان تعمل له بايسنج اوكي وتساعد الكاريرز على انها تتحرك وبالتالي يمر كرنت خلال الدايت. يبقى انا عندي اقل عدد من الاليمنتس اللي موجوده في الدايره اللي هم الثلاثه دول، المقاومه الدايت اهو، والمقاومه اللي هتلمت التيار، والباتري او الفولتج سورس اللي هيعمل بايسنج في التالت. دلوقتي لو انا عايز احسب الكرنت اللي ماشي في الديود وعايز احسب الفولتج دروب على طرفي الديود، يبقى عايز احسب الكرنت اللي بيمر خلال الديود والفولتج دروب على طرفي الديود، يبقى عايز احسب الفي دي والاي دي. طبعا الدايت كإليمنت جديد علينا كده، لو هنا مثلا مقاومة كنت أقول من قانون كيرشوف على طول يبقى الكرنت اللي بيمر عبارة عن الجهد على مجموع المقاومات، لكن الدايت ده إليمنت ليه كاركترستيك ما هياش لينير. إحنا زي ما شفنا الكاركترستيك بتاعته كده كاركترستيك نون لينير، علاقة غير خطية ما بين الكرنت وما بين الفولت، وبالتالي مش هقدر أطبق عليه القوانين العادية. طيب انا دلوقتي لو اجي ابلاي كده الكيرش فولتج لو على اللوب ده، يبقى هيقول لي ان الفي انبوت هيكوال الفي دايت زائد الاي دي في الار ال، يبقى الفي انبوت بيكوال الدروب اللي على الدايت زائد الدروب اللي على الريزيستنس ار ال. طب اهي ادي المعادله بتاعتي اهي. المعادله دي فانكشن في تو فاريبلز اللي هما الاي دي والفي دي، لان الفي انبوت ده كونستانت انا اللي حاطه في الدايره فعارف قيمته، الار ال برضه ثابت انا اللي حاطه في الدايره وعارف قيمته، لكن انا اللي عايز احسبه هو الفي دي والاي دي. فمعادله واحده فيها كام فاريبل؟ 2. هل اقدر احسب الاثنين فاريبل دول من معادله واحده؟ معادله واحده فيها 2 انون يبقى مجهولين، يبقى ما اقدرش احسبهم من معادله واحده، محتاج لي كمان معادله. طب ايه المعادلة التانية اللي اقدر اجيبها اللي برضو تمثل لي علاقة ما بين الكرنت اللي بيمر في الديود والفولتج دروب على طرفي الديود؟ هي المعادلة اللي احنا كنا بنكتبها اللي هي الفولت امبير كاركترستيك، اللي هي كانت بتقول ان الاي بيكوال ايه؟ الاي بيكوال الاي نوت وده كونستانت مضروب في الاكسبوننشال بتاع الفي اللي هي الفولت فولتج دروب على طرفي الديود مقسوم على الايتا في الفي تي، الكلام ده ماينس 1. يبقى العلاقه دي كانت برضو ما بين الكرنت اللي بيمر في الدايت كرنت وما بين
الفولتج دروب على طرفي الدايود. يبقى انا عندي هنا معادلتين اهو، المعادله دي والمعادله دي. يبقى انا لو حليت المعادلتين دول مع بعض كام، اقدر احصل على قيمه الجهد وقيمه الكرنت. بس حلهم مع بعض بالطرق العاديه هيبقى صعب. ليه؟ لان فيهم معادله هنا اكسبوننشال، وبالتالي لما اجي احلهم مع بعض بالتعويض هيبقى صعب. عشان كده بنحل جرافيكالي. جرافيكالي يعني ايه؟ يعني برسم المعادله دي، انا عارف ان دي تمثل لي الفولت امبير كاركترستيك وعارف شكلها، برسم المعادله دي، ودي معادله ستريت لاين خط مستقيم، عشان ارسمه محتاج لي 2 بوينتس. لما اجي ارسم المعادلتين دول هيتقاطعوا في نقطه، النقطه دي هي السوليوشن بتاع الحل او بتاع المعادلتين، وبالتالي النقطه دي بتديني احداثياتها كده، بتديني الفولتج دروب على طرفي الدايت والكرنت ماشي في الدايت. يبقى انا هنا لان الحل بالطرق التقليديه صعب لان فيهم معادله اكسبوننشالي كده، فبحل جرافيكالي. طب دي انا عارفها اهي، هتبقى المعادله اللي بالشكل ده كده، اللي هي الفولت امبير كاركترستيك بتاعه الدايود، علاقه ما بين الاي وما بين الفي. دي تعني ايه؟ تعني ان الدايود لو جيت ابلاي عليه الجهد ده هيمشي في التيار ده، لو ابلاي عليه الجهد ده هيمشي في التيار ده، لو ابلاي عليه الجهد ده هيمشي في الكرنت ده. يبقى كل قيمه للجهد بيناظرها قيمه للكرنت، وبالتالي يبقى الدايود يقدر يشتغل عند اي نقطه من نقط الكيرف ده. لكن ايه اللي يحدد لي النقطة اللي انا شغال عندها؟ حدد لي الاوبريتنج بوينت اللي انا شغال عندها، هي تقاطع الكاركترستيك دي مع اللود لاين ده. دي معادلة زي ما قلنا ستريت لاين. ستريت لاين ده اوكي، عشان ارسمه انا محتاج ل 2 بوينتس. طيب هجيب نقط الانترسكشن، نقط التقاطع ما بين الاي والفي. يعني لما احط الفي بصفر يبقى جبت نقطه التقاطع مع الاي، احط الاي بزيرو يبقى جبت نقطه التقاطع مع الفي. يبقى انا هنا اهو حاجه احط الفي ده، لما احطه بصفر يبقى الاي دي هيطلع لي ايكوال ايه؟ الفي انبوت على الار ال. طيب لو حطيت الاي دي هو اللي بزيرو يبقى الفي ان دي هتيكوال الفي انبوت. يبقى انا كده جبت نقط التقاطع اهي. طيب يبقى دلوقتي اقدر ارسم بقى، ادي الكاركترستيك كيرف اهو، اجي ارسم ده الكاركترستيك كيرف، حاجه ارسم اللود لاين، وهنقول ليه بنسميه اللود لاين. ادي النقطه اللي هي لما الفي دي بيكوال زيرو كان الاي بيكوال الفي انبوت على الار ال، لما الاي بيكوال زيرو كان الفي دي بيكوال الفي انبوت. اوصل النقطتين ببعض كده يبقى ده اللي احنا بنسميه اللود لاين. ليه ده بنسميه اللود لاين؟ لان لما اجي اشوف السلوب بتاع الخط ده هلاقيه عباره عن الفي انبوت على ار ال مقسومه على الفي انبوت، يبقى الفي انبوت مع الفي انبوت، وبالتالي يبقى السلوب واحد على ار ال طبعا بالنيجاتيف، لكن السلوب بيكوال واحد على الار ال. الار ال اللي هي تمثل ايه؟ اللود ريزيستنس، اللود اللي انا حاطه في الدايره. وعشان كده الخط ده لان السلوب بتاعه بيعتمد على قيمه الار ال فبسميه اللود لاين. طب يبقى تقاطع اللود لاين مع الكاركترستيك كيرف تقاطع في نقطه هنا، النقطه دي اللي احنا بنسميها الاوبريتنج بوينت. يبقى انا الدايود يقدر يشتغل على اي نقطه على الكيرف ده، لكن انا حددت النقطه دي بالظبط عن طريق ايه؟ عن طريق قيم الار ال وقيم الفي. لان لو الار ال اختلفت السلوب بتاع الخط ده هيختلف، وبالتالي الاوبريتنج بوينت مكانها هيختلف. يبقى انا اخترت الاوبريتنج بوينت او النقطه اللي انا هشغل عندها الديود بناء على قيم الار ال والفي انبوت اللي انا حطيتهم في الدايره. عشان كده تلاقي دايره مثلا او سيركت احنا حاطين الار ال ب 100 اوم، سيركت ثانيه حاطين الار ال ب 220 اوم، سيركت ثالثه حاطين الار ال ب 100 ب 1 كيلو. اوكي؟ طيب التغير ده ليه؟ لان في كل دايره من دول انا عايز الاوبريتنج بوينت في مكان معين. طب انا هتيجي تقول لي طب انت ليه مثلا في السيركت
اللي بناخدها في المعمل كان المقاومة مثلا 230 اوم ولا 220 اوم، والباتري بقيمة معينة. اشمعنى القيم دي؟ اقول لك انا اخترت القيم دي عشان اخلي الاوبريتنج بوينت في المكان ده. ليه؟ لان تخيل كده لو الار ال دي مثلا احنا في المعمل قايلين انها ب 100 اوم، فطلع لما قسمت الفولت على ال 100 اوم طلع الكرنت ده بقيمة معينة. طب واحد غلط كده وبدل ما ياخد 100 اوم خد 100 كيلو اوم، يبقى الكرنت هيقل بنسبة 1000، يبقى بدل الكرنت مكان هنا هيبقى هنا، يبقى اللود لاين هيبقى كده، يبقى هلاقي الاوبريتنج بوينت هنا في الحتة دي، يبقى قيمة التيار هتبقى ايه؟ صغيرة قوي. طيب لو واحد تاني بدل ما ياخد ال 100 اوم دي خدها مثلا غلط، راح واخدها 1 اوم او 10 اوم، فهتبص تلاقي قيمة التيار ده هيزيد قوي، يبقى النقطة دي هتبقى فوق قوي، يبقى الخط ده كي اللود لاين ده هيبقى بالشكل ده كده، هتلاقي الاوبريتنج بوينت بقت هنا. اوكي؟ طيب في كلاهما في مشكلة. ليه؟ لأن لو الاوبريتنج بوينت بقت هنا يبقى ده يعني ان قيمة الكرنت هتبقى كبيرة، لأن احداثيات الاوبريتنج بوينت دي اهو بيديني الكرنت اللي ماشي في الدايت والجهد على طرفي الدايت. يبقى لما الاوبريتنج بوينت تبقى هنا يبقى الكرنت اللي ماشي في الدايود قيمته زادت قوي، يبقى ممكن الدايود يسخن وبالتالي ممكن انه يتحرق. طيب لو الاوبريتنج بوينت كانت هنا يبقى هبص الاقي يمشي في الداي في السيركت كرنت قيمته صغيره قوي، بحيث ان اجي اشوف على الاميتر ابص الاقي تقريبا الكرنت بزيرو. وبالتالي عشان احنا في المعمل نعمل التجربه ويبقى مفيش خطوره على الدايود، وفي نفس الوقت انا حاسس ان قيم التيار اقدر اقيسها او قيم الكرنت اقدر اقيسها من خلال الاميتر، يبقى عشان كده خدنا قيم المقاومات بالقيم المناسبه دي عشان تبقى الاوبريتنج بوينت في المنطقه دي. لكن اي تغير في قيم الاليمنتس اللي موجوده في الدايره بيغير لي في مكان الاوبريتنج بوينت، واي تغيير في مكان الاوبريتنج بوينت ده بيغير لي في الاداء بتاع السيركت. اوكي؟ يبقى انا حتى لما اجي اعمل ابني دايره والاليمنت فيها يتلف او يتحرق، يبقى انا اشيل الاليمنت ده وابقى حريص على اني جايب اليمنت بنفس المواصفات وحطه مكانه. ليه؟ عشان احافظ على الاوبريتنج بوينت في نفس مكانها، يبقى اضمن ان الاداء بتاع الجهاز هيبقى ثابت. لكن لو غيرت في قيم الكومبوننتس اللي موجوده في الدايره، يبقى انا بغير في مكان الاوبريتنج بوينت وبالتالي بغير في الاداء بتاع السيركت. يبقى ده عشان اضمن ان الاداء يبقى ما يتغيرش، يبقى لازم احافظ على الاوبريتنج بوينت في مكانها. يبقى اي اليمنت اشيله من الدايره لازم الاليمنت البديل اللي احطه يكون بنفس المواصفات. طيب انا كده اهو جبت التيار وجبت الجهد، الفولتج ده يمثل الفولتج دروب على طرفي الدايت، يبقى اللي فاضل من الفي انبوت ده يمثل الفولتج دروب اللي على المقاومه، لان الفي انبوت كان بيساوي الدروب اللي على الدايت زائد الدروب اللي على المقاومه. يبقى انا عرفت الدروب اللي على الدايت، يبقى اقدر اعرف اللي فاضل هو الدروب اللي على الريزيستنس. او لو عرفت التيار الكرنت اللي ماشي في الدايره اخد الكرنت ده على طول واضربه في قيمه اللود يديني الفولتج دروب على طرفي اللود. الي يبقى الفي ال حاجه من الاثنين، يا اما بتيكوال الكرنت اللي انا جبته ده مطروح في الار ال، يا اما بيكوال الفي انبوت مطروح منها الدروب اللي على الدايود. طب لو خدنا كده اكزامبل على الكلام ده اهو، هنا مديني الكاركترستيك بتاعت الدايود اوريدي، يعني مدهاني مرسومه جاهزه وطالب مني ان اجيب الكرنت اللي بيمر في الدايود والفولتج دروب على طرفي الدايود والفولتج دروب على اللود ريزيستنس، وبيقول لي ان الار ال بتيكوال 50 اوم والفي انبوت بتيكوال 1.5 فولت. يبقى انا طالما عندي الكاركترستيك يبقى كل اللي انا محتاجه بس ان ارسم اللود لاين واعين الاوبريتنج بوينت. جبت الاوبريتنج بوينت يبقى على طول اقدر اعرف الكرنت اللي هيمر في الدايت، واعرف الفولتج دروب على طرفي الدايت، واعرف كمان الفولتج دروب على اللود. اوكي؟ طبعا الطريقه دي بتعتبر ادق طريقه
اقدر احسب بيها الكرنت والجهد اللي على الدايره. بس طبعا لانها طريقه كومبليكيتد، وبالذات لو انا الدايره بيبقى فيها 3 4 دايره، وممكن كل دايره يبقى له كاركترستيك مختلفه، يبقى احنا الطريقه دي بس الهدف منها ان نعرف يعني ايه اوبريتنج بوينت، يعني اعرف ان اي تغيير في مكان الاوبريتنج بوينت بيغير لي في الاداء بتاع الدايره. لكن هل الطريقه دي هنستخدمها في حل المسائل؟ لا، هنستخدم طريقه ابسط منها، هنشوف ازاي نقدر نبسطها اوكي، واقدر احل بدون ما ارسم، لان عشان ارسم هنا واطلع النتائج بتاعتي او الريزلتس بتاعتي دقيقه يبقى لازم ارسم تو سكيل، وطبعا عشان ارسم تو سكيل هتبقى العمليه صعبه وهتاخد وقت. لكن دي تعتبر ادق طريقه، مور اكيوريت قوي، بحيث انها بتديني قيم الكرنت وقيم الفولتج. اوكي، ليه؟ لان انا مستخدم الريال كاركترستيك بتاعت الديود اهي، النون لينير كاركترستيك. لكن الطرق الثانيه هقرب الكاركترستيك دي من نون لينير كده الى لينير كاركترستيك، وطالما عملت ابروكسيميشن يبقى النتائج اللي هحصل عليها هتبقى ابروكسيميتد برضه، يبقى فيها نسبه ايرور، بس في مقابل كده انا سهلت الحل. يبقى الطريقه دي مور اكوريت، بس الفكره انها كومبليكيتد شويه، وبالذات لما يبقى عندي اكتر من دايت يبقى هتاخد وقت كبير. طب تعالوا نشوف بس المثال ده ازاي اقدر اعين الاوبريتنج بوينت، وازاي اقدر احسب الكرنت والجو. انا كل اللي عليا ان هرسم بس اللود لاين، معادله اللود لاين اهي، يبقى الفي انبوت بواحد ونص فولت، الار ال بي ايكوال 50 كي اوم. يبقى في الحاله دي لو عايز اجيب دي معادله ستريت لاين، لو عايز ارسمه يبقى انا محتاج لتو بوينتس، هجيب نقط التقاطع، يبقى عند الفي دي بي ايكوال 0 اوكي، الاي دي هي ايكوال 1.5 على ال 50 يعني 30 ملي امبير. طيب الاي دي بي ايكوال 0، اجيب نقطه التقاطع مع الفي، يبقى الفي دي بتيكوال الفي انبوت اللي هي ب 1.5 فولت. ادي الكاركترستيك اللي هو مديهاني اوكي، هاجي هنا ارسم اللود لاين، ادي النقطه اللي هي الاي دي بي ايكوال 30، وادي النقطه اللي الفي انبوت بيكوال 1.5 اوكي، يبقى ده اللود لاين. عينت الاوبريتنج بوينت، امشي كده يديني الكرنت، انزل كده يديني الفولتج، يبقى ده الفولتج دروب على الدايود عند الاوبريتنج بوينت، وده الكرنت اللي ماشي في الدايود عند الاوبريتنج بوينت. يبقى عند النقطه اللي انا مشغل عندها الدايود دي كان التيار بالقيمه دي والجهد بالقيمه دي. يبقى اذا كان الجهد هنا اللي على الدايود 0.775 كام، يبقى في الحاله دي 75% اهو، يبقى وكان التوتال فولتج بيكوال 1.5 فولت، يبقى في الحاله دي الفولت بقيه الجهد ده ال 0.75 ده كله ده يمثل دروب على اللود. يبقى اذا كان الجزء ده اللي على الدايود يبقى ده اللي على اللود، بحيث ان مجموعهم هما الاثنين يديني الانبوت فولتج اللي هو 1.5. ان شاء الله المحاضره اللي جايه بقى اوكي هنبدا نكمل الجزء ده، ونشوف طريقه ابسط من الطريقه دي. بس اهميه الطريقه دي زي ما بقول لكم ان احنا نبقى عارفين يعني ايه لود لاين، يعني ايه اوبريتنج بوينت، يعني ايه الاختيار الامثل للاوبريتنج بوينت يضمن لي اداء افضل للدايره بتاعتي للسيركت بتاعتي. يبقى انا وعشان احافظ على الاداء ده بالنسبه للسيركت، يبقى اي اليمنت لازم اغيره في السيركت لازم اغيره بنفس المواصفات عشان ما اغيرش في مكان الاوبريتنج بوينت، وبعدين ارجع اقول ده الجهاز بعد ما عملت له صيانه ما رجعش بنفس الكواليتي اللي كان عليها قبل ما اعمل له الصيانه بتاعتي. ليه؟ لان انا غيرت في اماكن الاوبريتنج بوينت، فغيرت في الاداء بتاع الجهاز. لكن لو عايز الاداء بتاع الجهاز يبقى ثابت، يبقى لازم اثبت مكان الاوبريتنج بوينت. المره اللي جايه ان شاء الله هناخد بقى ايكوفلنت سيركت كده للدايود، ونشيل الدايود خالص ونحط الايكوفلنت سيركت، واحل المساله كانها مساله بسيطه قوي اوكي. بس طبعا انا هقرب هعمل ابروكسيميشن للكاركترستيك بتاعت الدايود اللي هي كانت نون لينير للينير كاركترستيك بالشكل ده، وطالما عملت ابروكسيميشن يبقى اكيد النتائج اللي انا هحصل عليها هتبقى فيها نسبه ايرور، بس الايرور ده بيبقى مقبول في مقابل السمبليفيكيشن اللي انا عملته في طرق الحل. اوكي يا شباب.
طب يا دكتور، هو الباوربوينت ده هيترفع بعد اذنك ان شاء بعد ما الله تقفل؟ معلش ارفعه ان شاء بس الله، بس لو يعني. ما لحقتش في البريك يبقى بعد ما اخلص المحاضره اللي بعدها هرفعه لكم. ماشي، بس لو حبيبي المحاضرة الجاية هتبقى طيب امتى؟ ماشي ما انا هشوف بقى دلوقتي، هي المفروض انها بكره، انا عامل حسابي انها بكره من 8 ل 10 ومن 10 ل 12. هشوف دلوقتي الدكتور احمد لو في تغيير هقول لكم، لو مفيش تغيير هتبقى برضو المحاضره من بكره من الساعه 8 ل 10.